ثلاث أمور هتحصل لك لو أنت رأيت الرمان في المنام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إزايكم يا جماعة، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة وعلى عافية دايما يا رب. فيديو النهاردة هنتكلم فيه بإذن الله على تفسير حلم رؤية الرمان في المنام. في بعض الناس بيشوف الرمان وبيشوف ان هو بياكل رمان او بيشوف اشجار الرمان في المنام وبيسال عن تفسيره. طبعا في البدايه محتاج اقول لك حاجه مهمه جدا، وهو ان الرمان بشكل عام اتفق عليه اغلب المفسرين انه يدل على الخير والبركه، وان راي الرمان او اللي بيشوف الرمان في منامه من النادر او من القليل جدا ان هو يرى اذى او مكروه بعد هذا المنام. يعني المنام ده اغلبه او رؤيه الرمان اغلبها رؤيه خير وبركه. فهبدأ إن شاء الله في ذكر الثلاث أمور اللي هيحصلوا لك أو هيحصل لك حاجة منها لو أنت رأيت الرمان في المنام. بس قبل ما أبدأ في ذكر التفسير وذكر التفاصيل وإيه الثلاث أمور اللي هيحصلوا لك، أتمنى لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوة في طلقات حلوة بالتوفيق. ويلا بينا يا حبيب قلبي نسمي الله ونبدأ في ذكر التفاصيل والتفسير والأمور بالكامل إن شاء الله. طبعا اول امر باذن الله هيحصل لك لو انت رايت الرمان في المنام الحصول على حياه هادئه مستقره، يعني هتحصل على حياه هادئه مستقره، او شراء منزل جديد والوصول للامنيات والطموحات. يعني لو انت شفت المنامات اللي انا قولها لك دي اعرف ان الامر الاول اللي انا قلته لك ده باذن الله يتحقق ليك، وده لو انت رايت ان انت بتاكل رمان وكان طعمه حلو. يعني شفت ان انت بتاكل الرمان وكان طعم الرمان جميل او كان طعمه حلو، فهذا المنام يبشرك باذن الله بالوصول للامنيات او الاماني او شراء منزل جديد او الحصول على حياه هادئه مستقره. ده لو انت غير مستقر او حياتك فيها بعض المشاكل او فيها بعض الهموم. وكذلك لو انت رايت ان انت بتشتري رمان والرمان كان شكله احمر وكان شكله كويس، يعني شفت ان انت بتشتري رمان، فايضا هذا المنام منام مبشر جدا. اما تاني امر هيحصل لك باذن الله لو انت رايت الرمان في المنام هو للاسف بعض المشاكل والتعب وحاله نفسيه سيئه، ومن الممكن لا قدر الله قطع ارحام، يعني هتقطع علاقتك بحد من عيلتك او ببعض من عيلتك يعني. وده لو انت رأيت تقطيع او قطع شجر الرمان في المنام، يعني لو انت شفت شجر رمان انت اللي قطعته او قطع، فده بيدل قطع الارحام، ان انت هتقطع حد من رحمك او يعني هتقطع حد من اهلك. كذلك برضو لو انت رأيت الرمان بس كان طعمه مش حلو او كان غير ناضج، يعني شفت الرمان بس كان شكله غريب، احنا عارفين ان هو شكله بيبقى احمر لكن شفت شكله اخضر، شفت شكله اصفر، فالمنام ده ايضا مش مستحب ومنام مش كويس. فلو انت شفته انصحك ان انت تخلي بالك جدا من هذا المنام. اما ثالث امر هيحصلك باذن الله لو انت رايت الرمان في المنام هو الحصول على مال كثير ورزق وفير بلا مشقه او بلا تعب، يعني هتحصل على حياه فيها غنى او هتحصل على مال كتير بس مش هتتعب. يعني ايه؟ يعني هيوصل لك المال بشكل سهل. وده لو انت رايت كثير من الرمان في المنام، يعني لو انت شفت في بيتك رمان كتير قوي، سواء الرمان ده كان متقطع متقشر يعني او كان الرمان عادي بس كان لونه احمر وكان جميل، فالمنام ده قال اغلب المفسرين ان هو بيدل على الحصول على الرزق او الحصول على المال بلا تعب. يعني هتتعب بس تعب قليل، يعني هتشتغل شغل مريح، تشتغل حاجه مريحه، فبحيث ان انت الفلوس اللي هتجيلك او المال الكتير اللي هيجيلك هيبقى جاي لك بشكل مريح، مش هتبقى تعبان في الحصول عليه. فبكده نكون فصلنا اغلب تفاسير حلم رؤية الرمان في المنام. اتمنى تكون استفدتم من التفسير، واتمنى تقدروا مجهودي وتضغطوا على زر اللايك، ولو عندك رؤية للرمان تاني غير الرؤية اللي انا قلتها بكتبها في التعليقات وان شاء الله هحاول ارد عليك. بس كده يكون الفيديو خلص، اتمنى تكون استفدتم منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.